أنا كتير حساس هون. في إشياء بتضطروا تشوفوها بالحياة أيام مثل أنا عم بعمل هيك. في كتار وعيوا اليوم الصبح مش عارفين إنه عشية رح يشوفوا حدا عم بيعمل هيك قدامهم. حدا بيعرف شو ناطره بالحياة. الضرطة نوعين. هلأ بيتفرع منهم كذا نوع بس هن الأساسيات نوعين. في أول وحدة اللي أول ما ترخوا بتظهر. في الثاني بترخوا بتضل بتضطروا تدفشوها شوي بتظهر بس تعمل صوت. هيدي اسمها الضرطة الجرصة. إذا واقفين بين العالم صرتوا تعرفوا كيف تتصرفوا هلأ. هذا الشيء بيشبه العلاقات على فكرة. في أوقات بتكونوا بعلاقة بتفلتوا الشخص بفل، في أوقات بتفلتوه بيضل بتضطروا تدفشوه شوي بفل بس بيعمل صوت وجرصة. أوقات هذا الشخص بيكون أنتو. هول الأفكار الغريبة على فكرة بيجوني من الأحاديث الغريبة، من الناس اللي بيحكوا إشياء غريبة حواليي. هذيك اليوم تلفنت لشاب صاحبي قلت له أنا جاي لعندك. قال لي وين بدك تجي لعندي يا زلمة؟ أنا بآخر الدنيا. قلت له أوكي، بس إنه أنت بتعرف إنه الأرض مبرومة، يعني إنه إذا أنا بأول الدنيا وأنت بآخر الدنيا يعني أنت وراي. إلا إذا الأرض مبلطحة. بس ما عندي إيمان إنه الأرض مبلطحة. ليش؟ لأنه لو الأرض مبلطحة يعني في عالم عايشين بآخر الأرض، وهول الجماعة معمرين حفة أكيد حتى ما يقلبوا. واحد قايم بالليل مروبس بده يفنتير، منيح يكون في حفة. يعني هالحفة إذا موجودة نحن رح نعرف فيها، نحن اللبنانية، ورح نروح نقعد عليها نأرجل ونشرب أناني بيرة ونكبهم بالفضل. فبما أنه هذا الشيء ما عم بيصير هو لأنه ما في حفة والأرض مش مبلطحة، فهذا المنطق اللي لحقته يعني.